ولد الغلابة أفضل دور قدمته، لكن عندك أدوار وحشة كتير، إيجابي ولا سلبي؟ سلبي. ما عندكش أدوار وحشة؟ لا عندي، بس أنا في أدوار حلوة كتير قدمتها برضو يعني. بس احنا بنتكلم ان انت عملت وحش كتير. عملت يعني انا مثلا عامل. طب النسبة اكتر الوحش ولا الحلو لو حسبت الحزبة؟ والله انت مسالم، والله صريح وجميل والله. طب يعني انت جاي نهزر هنا يعني احنا مثلا انا احنا جايين جاي تسلم نفسك يعني؟ جاي انا جاي الاناث الدجيدي، عايزين اعمل ايه؟ هتتحاسب يعني. طب سواء كان الكلام بقى ايجابي ولا سلبي، احنا فقرتنا دي خلصت وحنتنقل لفقرة تانية بين قوسين.